تضمنت عدة فقرات من بيناتهم المسرحية اللي حكت واقع الأطفال المعاقين. طبعا رسالتنا من هذا الحفل إنه نحن نخرج الأطفال من جو الحرب إلى جو الفرح والبهجة ونسيان ونحل الآلام اللي هن تعرضوا لها، ويا ريت نكون نحن قدرنا نوصل هاي الرسالة. حتى الأطفال المعاقين وجهوا رسالة للعالم أجمع إنه هن صمود تحدي أمل لحتى يبنوا سوريا الجديدة بهمتهم ونشاطهم، ونحن معهم وهن معنا أكيد. شاركت في هذا الاحتفال وأديت عرض مسرحي، أديت كان دوري إنه أنا بنت معاقة. أنا كان بدي بس وعي الأولاد إنه الإعاقة مو كل شيء، يعني إذا نحن صرنا معاقين ما وقفت حياتنا، كل واحد عنده طموحات.